تعالى يا عماد. يا عم بقى تعالى بس يا عماد اسمع كلامي. بس يا عم اسمع كلامي، الراجل اللي بيغني هنا ده هيبكيك، هيجيب من جوه. اه والنبي عصام، يا عصام انا محتاج حاجه زي كده فعلا، وعهد الله يعني انا من ساعه ما مصطفى كامل بطل غنى وانا وعهد الله ما في دمعه نزلت مني وجع حق. يا عصام انا عايز اقول لك على حاجه، في ناس بتحس بنفسها لما بتكسب، في ناس بتحس نفسها لما بتفرح، انا بقى ما احسش بنفسي الا لما بحزن والناس تدوس على قلبي بالجزم، ساعتها هاجي معاك. لكن انا لسه كده استحق حاجه من بتوع زمان، اللي هم بتوع الناس اللي بتتقهر وهي بتغني، الناس اللي هي بتتفشخ دي، اللي هي تلاقي فيه غدر الصحاب ده. ما تقلقش، اصل الراجل اللي بيغني هنا حكايته قبر، هو اساسا حنوتي، ساب الدفن واشتغل في الغنى. اوحياتك يا عصام، انا نفسي في الكلام ده. بالك انت انا امبارح كنت راكب الميكروباص من غير ولا زبون، قول لي ليه؟ ليه؟ بشغل الراديو لقيت سعد الصغير، فرحت ما عرفتش اشتغل. ده غير بابا بص يمين لقيت زبون مبتسم لي قوي. اعوذ بالله. قفلني ابن السعيده. طب وبعدين؟ رحت اخي منزله ومنزل الزباين وقلت وعهد الله ما انا شغال اليوم ده، انا لو فضيت كده كتير بيتها هيتخرب وعهد الله. ما تقلقش يا عماد، الراجل ده برنس الاحزان العميقه، هيبكيك وهتشكرني، هيبكيك جامد. يا رب يا اخويا يا رب، انا محتاج الكلام ده والله. استنى استنى شكله هيبدا اهو. عينا ليلى 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 ليلى. كان ليا صاحب معايا وسط الرجال، وكان في ايدي الزمن ومالي جيب المال، وقال يوم وصاحبي عليا مال، طلب مني فلوس اديته، وكان عطشان وسقيته، وابنه تعب عالطبيب وديته، ومرت الايام ودارت الايام، واحتجت يوم لصاحبي. اهو عايز غدر الصحاب قول اوف. لقيت صاحبي في ظهري رجع الجنيه ليا، خدت الفلوس منه والدنيا ايه ايه، الدنيا 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 الدنيا. ايه ده؟ ايه ده؟ بيفرش يا عماد بيفرش، ما دي فرشة. اسمع مني، ما هو لازم يطلعك فوق عشان تبقى الوقعة جامدة. ما هو مش كده عصام يعني. قول يا عم قول.